اهلا وسهلا بيكم، معاكم عمرو عوف في توتوريال جديد من ار بي تي ستوديو. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الكوريجيتد شيتس جوه برنامج الريفت، لان اللي بيستعمل ريفت هيكون عارف ان مفيش تول جوه ريفت نقدر نعمل من خلالها الكوريجيتد شيتس زي الموجوده في الصوره قدامكم. فانا فاتح فايل ريفت، هفتح فايل اهو اركيتكتشرال تمبلت او يو اس ماتريك او اي فايل معماري، يعني هفتح الفايل بتاعي، هدوس على وول، هختار التول اللي اسمها كرتن وول اللي موجود عندي تحت، وغالبا ممكن اسهل حاجه نختار الامتي اللي هي فاضيه خالص. هرسم حيطه مثلا طولها وليكن 10 متر، ممكن اعدل اليونتس اخليها بدل ملي ادوس على متر اغيرها اخليها متر، تقريب اقرب رقمين بعد العلامه. اوكي، الحيطه دي مقاسها 10 متر وده شكلها في الثري دي بتاعي. سلكت عليها، ادوس على edit type. انا مش عايز اعدل في النوع الموجود جوه الفايل، فهعمل duplicate، هعمل نوع جديد اسميه corrugated sheet wall اهي. عايزين بقى نبدأ نقسم الشيت ال wall بتاعتي، المجموعة من الشيتس، يعني كل شريحة او كل تعريجة هتبقى موجودة هتاخد panel، يعني كأن كل تعريجة ب panel، و panel جنب التانية جنب التالتة هيعمل لي شكل ال corrugated sheets بتاعتي. فأول حاجة هعملها ان انا اغير ال vertical grid بتاعي ل fixed distance، تقريبا ممكن يبقى 20 سنتي، 0.2. اوكي، اهي دي التقسيمات بتاعتي. فاضل بس ان انا همسك البانل دي من هنا edit type، في حاجه عندي اسمها curtain panel، لازم اعمل بقى family فيها ال corrugated sheet. بعد كده من curtain panel هنا بختار الشيت اللي انا الفاميلي اللي انا هعملها، يعني فمن فايل هدوس على new family، لازم اختار بس التمبلت بتاعي مظبوط اللي هو metric curtain wall panel. افتح الفايل بتاعي، المفروض ان انا هرسم البانل بتاعتي بين الخطين دول، الخطين دول هما حدود كل بانل عندي، وفي الاليفيشن برضو عندي ريفرنس بلين تحت وفوق او خطين فوق وتحت، المفروض ان انا البانل تملى المسافة دي، تملى البرواز ده. فانا همسك بس الخط ده اعدل مكانه، بدل ما هو على بعد متر ونص اخليه على بعد 10 سنتي، عشان عرض البانل كلها هيبقى 20 سنتي. دوس على كرييت اكستروجن، هبدأ ارسم القطاع بتاع التعريجة بتاعتي اهي، 45 درجة مثلا، وامشي كده لحد النص، وسلكت على دول بتاب، على شوية الخطوط دي بتاب وميرر، وبيك الاكسس ده تمام. فاضل بس ان انا ادي تخانة للقطاع ده، هدوس على بيك او ادوس على لاين حتى، التخانة وليكن 3 ملي يمين وشمال، وممكن من هنا اشغل الاوفسيت بتاعي على 3 ملي، ابيك على اللاينز دي بالشكل ده هايل. انا ممكن افضل ان انا اشيل الخطين دول واخلي الخط اللي فوق ده خط واحد بالشكل ده، وادوس على صح. انا كده عملت الاكستروجن بتاعي وشكله في الاليفيشن اهو قصير بالشكل ده. هحتاج اعمل بقى الاين واظبط الريفرنس بلينز بتاعتي بحيث ان انا اخلي الفاميلي دي بارامتريك. اول حاجه هعمل الاين اهو، واقفل القفل ده، شكل البانل بتاعتي الواحده في ال 3 دي، لما يتكرروا جنب بعض هيديني شكل الكوريجيشن اللي انا عايزه. حابب ان انا ارجع تاني للبلان وادوس على edit extrusion، ممكن نبدا نحط شويه دايمنشنز وشويه بارامترز. اول حاجه عايز اعملها ان انا اعمل دايمنشن هنا 45 درجه، طبعا مقاس التكست كبير جدا فيفضل ان انا اغير السكيل خليه مثلا 1:1، وامسك الدايمنشن ده واقفله، وامسك الدايمنشن التاني ده برضو واقفله، عشان اتاكد ان الزاويه دي هتفضل دايما 45 درجه. يفضل برضو ان انا اعمل الاين كده، الاين كده، واقفل القفل ده، والاين برضو الناحيه التانيه، دوست بس غلط تمام كده. وممكن احط دايمنشن هنا ودايمنشن زيه الناحيه التانيه، وامسك التو دايمنشنز دول وادي لهم اي اسم اي بارامتر، بس اربطهم ببعض يبقى هما نفس البارامتر، فبالتالي قيمتهم دايما مرتبطه ببعض. اسمي البارامتر ده مثلا uncorrugated length، الجزء اللي مش متعرج من الساق بتاعي،
وانا محتاج برضو ان انا لما اجي اغير في الفاميلي بتاعتي محتاج ان الثيكنس او التخانه دي تفضل ثابته او اقدر اتحكم فيها. فهدوس على دايمنشن، احط شويه دايمنشنز على الثيكنس بتاع الشيت بتاعي اهو، واسلكت على شويه الدايمنشنز دي، وبرضو ادوس على كرييت بارامتر تاني من فوق، اسمي البارامتر الجديد ده شيت ثيكنس مثلا. ممكن بقى نقعد نضيف بارامتر زي ما احنا عايزين. انا ممكن مثلا برضو اكرييت ريفرنس بلين، عايز اعمل بارامتر لعمق التعريجه. ممكن حد يبقى عايز التعريجه مثلا ارتفاعها او عمقها سنتي او 2 سنتي او 3 سنتي، حسب كل واحد عايز ايه يعني. فهعمل ريفرنس بلين كده والاين عليه الخط ده واقفله. بعد كده هعمل دايمنشن هنا، سيلكت عليه كريت بارامتر، اسمي البارامتر الجديد ده كوريجيشن ديبث. خلصت خالص، هرجع تاني اقفل الاكستروجن بتاعي، هدوس هنا على فاميلي تايبس الزرار ده. تعالوا نجرب نلعب شويه في البارامترز دي. الكوريجيشن ديبث اخليه مثلا 40 سنتي، 4 سنتي يعني 40 مللي. ابلاي، هرجعه تاني 2 سنتي، ابلاي تمام. uncorrugated length اللي هو المسافة اللي في أول وفي آخر الفاميلي بتاعتي 35، دي هخليها 50. نجرب apply تمام. sheet thickness بدل ما هو 3 مللي هخليه 5 مللي، apply 2 مللي، apply. ممكن أعمل بقى types من ال corrugations اللي أنا عايزها، مش أي مشاكل، خليها 3 كانت كويسة، دي 30، 25، اي قيمه انا عايزها. اوكي، اعمل بقى دلوقتي لود انتو بروجكت. طبعا الفاميلي دي دلوقتي اسمها فاميلي 1، انا ممكن اعمل لها سيف از واسميها اي اسم، بس هي حاليا اسمها فاميلي 1. فلما هعمل لود انتو بروجكت هتخش عندي جوه المشروع بتاعي اللي هو ده باسم فاميلي 1. هسلكت على الحيطه اديت تايب، اشوف الكيرتن بانل بتاعتي اغيرها، بدل ما هي نون اخليها فاميلي 1. معلش دوست غلط، فاميلي 1 اهي. اوكي، هلاقي الكوريجيتد شيت بتاعي اتعمل بالشكل ده. ارجع تاني في البلان اهو، كل ما احرك في الحيطه بتاعتي كل ما هعمل بانلز اكتر من الفاميلي بتاعتي. نفس الكلام ينطبق برضو على مش الحوائط بس، على الروف كمان. يعني انا دلوقتي في البلان دوست على اركيتكتشر، هدوس على روف، مش فارق معايا هو في ليفل كام دلوقتي، هختار ان انا اعمل روف سلوبت جليزنج ده، واعمل برضو اديت تايب دوبليكيت كوريجيتد شيت روف، واعدل في الجريد بتاعتي اللي اوت برضو فيكس ديستنس 20 سنتي في اي جنب من الجنبين. والكرتن بانل هخليها على طول بقى فاميلي 1 من هنا، واشيل قبل ما ارسم اشيل ديفاين سلوب عشان ابقى عارف ان الروف اللي انا هعمله ده ما فيهوش ميول. طبعا لو عايز اعمل ميول مفيش اي مشاكل، اخلي المسافه دي 4 متر والمسافه دي 10 متر، ادوس صح. تعالوا نبص كده في ال 3 دي اهو، ده شكل الروف الكوريجيتد شيت. وحتى لو حبيت اعمل كوريجيتد شيت مايله فسهل ان انا اعملها مايله زي ما انا عايز، لان انا في الاول في الاخر هو روف اقدر اديله الميول اللي انا عايزها. اتمنى التوتوريال يكون مفيد بالنسبه لكم. اخر حاجه قبل ما اقفل التوتوريال، حبيت في ال 3 دي مثلا اهو، انا فاتح ال 3 دي بتاعي، ممكن اسلكت على بانل واحده بتاب اهي، ودوس على اديت تايب، هيطلع لي البارامترز اللي انا عملتها في الفاميلي. عايز التخانه بدل ما هي 3 مللي تبقى 5 مللي، ابلاي، هتتغير في الفايل كله. uncorrugated length بدل ما هو 5 سنتي اخليه 3 سنتي، ابلاي، هلاقي الفايل كله بيتعدل معايا. الدبس برضو ممكن اخليه 4 سنتي مثلا، ابلاي، هلاقي برضو الشكل بيتغير معايا في الفايل كله. وممكن اعمل تايبس بقى مختلفه بمقاسات مختلفه وانوع ما بينها في الفايل بتاعي. اتمنى التوتوريال يكون مفيد بالنسبه لكم، واستنونا في التوتوريال الجاي ان شاء الله.